ففي القرآن جاء قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، ثلاث مرات، فذكر العدد ثلاث مرات، ثم فصل هذه الثلاث فقال: من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، فكرر العدد ثانية وقال: ثلاث عورات لكم. والمعنى في هذه الآية واضح، هذا تأديب من الله عز وجل لعباده بالاستئذان، فأمر المؤمنين أن يعلموا أبناءهم الذين لم يبلغوا الحلم، الذين لم يبلغوا سن الرشد، والذين ملكت أيمانهم من الإماء والعبيد، أن لا يدخلوا عليهم في كل وقت وفي كل حال، بل هناك أوقات لا ينبغي لهم أن يدخلوا على الرجل مع امرأته فيها، وهي الأوقات التي بين الله عز وجل: يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر، قبيل الفجر ساعة تقريبا أو كذا، ومن بعد، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، في وقت القيلولة، وكان عندهم قبيل الظهر، كانت القيلولة قبيل الظهر، ربما كان ذلك بعد الظهر أيضا، ربما الإنسان من عادته أن ينام بعد صلاة الظهر مع أهله في غرفة نومه، ففي هذه الحال وفي التي قبلها وفي الثالثة، وهي قوله عز وجل: ومن بعد صلاة العشاء، حين يسكن الناس ويذهب الناس إلى النوم، ففي هذه الأحوال الثلاث لا ينبغي دخول هؤلاء إلا بالاستئذان وإلا بعد الإذن، يستأذن يقول: السلام عليكم أدخل، هكذا جاء في السنة، فإن قيل له ادخل دخل، وإن قيل له ارجع رجع. وهناك وسائل أخرى، ربما يطرق الباب، يطرق الباب فإن فتح له وإلا رجع، أن يعلم الأبناء هذه المسألة، أو للأبناء الصغار عليهم أن يعرفوا هذا الأدب، لا يأتي قبيل الصبح فيدخل على أبيه وأمه، ولا يأتي في وقت النوم في الظهيرة سواء كان قبل الظهر أو بعده فيدخل على أبيه وأمه، ولا بعد العشاء وذهاب الناس إلى النوم مباشرة بعد الذهاب إلى المضاجع، لا ينبغي أن يدخل بغير إذن، بل عليه أن يستأذن. لماذا؟ لأن ذلك الوقت سماه الله تعالى عورة، سماه الله تعالى عورة، قال: ثلاث عورات لكم، ثلاث عورات لكم، والعورة معناها ما يجب أن يستر، ما ينبغي ستره، سواء من الوقت أو من الحال أو من البدن، من أي شيء، كل شيء وجب ستره فهو عورة. كذلك البيت الذي ليس له حافظ يسمى عورة، كما قال تعالى عن المنافقين أنهم يقولون: إن بيوتنا عورة. وما هي بعورة؟ ثلاث عورات لكم، أي هذه الأوقات أوقات يجب فيها التستر، لأنه ربما كان الرجل مع امرأته في حال لا ينبغي أن يطلع عليهما فيها أحد من الناس، حتى الأبناء الصغار، حتى الأبناء الصغار لا ينبغي أن يطلعوا على أبائهم وأمهاتهم في هذه الأوقات وفي هذه الأحوال،
يكون الرجل مع امرأته في حال ينبغي فيها التستر وعدم اطلاع الغير عليهما حتى الأبناء وحتى المماليك. لذلك أمر الناس أن يعلموا أبناءهم ومماليكهم هذا الحكم وهو الاستئذان في هذه الأوقات الثلاث. ومفهوم الآية أنه لا حرج على الأبناء الصغار والمماليك في غير هذه الأوقات الثلاث يدخلوا ولو بغير إذن، ها؟ أن يدخلوا ولو بغير إذن في الأوقات الأخرى. وقد نطق القرآن بهذا فقال بعد قوله ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، يعني بعد هذا الوقت لا عليكم أن تدخلوا عليهم ولا أن يدخلوا عليكم، ها؟ ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم يطوف بعضكم على بعض، ها؟ طوافون عليكم بعضكم على بعض، أنتم تطوفون عليهم وهم يطوفون عليكم، فلا بأس بالدخول في هذه الأوقات بغير إذن. أما هذه الأوقات الثلاث فإن الله عز وجل خصها بالإذن من قبل الذين لم يبلغوا الحلم من الأطفال والمماليك. قال تعالى بعد ذلك قال كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، الآن المماليك الأصل فيهم هذا الحكم، الأصل فيهم هذا الحكم، أما بعد البلوغ فالإنسان يختلف حكمه، الحر بعد البلوغ يختلف حكمه. قال تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، أي كما استأذن الذين هم أكبر منهم سنا، كما استأذن البالغون. والبالغون يستأذنون على كل حال سواء في هذه الأوقات أو في غيرها. البالغ لا يدخل على الرجل في بيته ولا على المرأة في بيتها إلا بإذن على كل حال، حتى الأم لا ينبغي للرجل أن يدخل على أمه بغير إذن، كما جاء في الحديث أن رجل قال يا رسول الله أستأذن على أمي؟ قال استأذن عليها. قال أستأذن على أمي؟ قال استأذن عليها. قال يا رسول إنها أمي أستأذن عليها؟ قال أتحب أن تراها عارية؟ قال لا، قال فاستأذن عليها، أو كما قال. فإذن إذا بلغ الأطفال الحلم بعدها يستأذنون في كل حال وفي كل وقت.